أن يكون هناك مصرح تصريح بحضور جماهير، وتبدأ إدارة النادي الأهلي اعتماد العمل بالبطاقات الموسمية بداية من مباراة الترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها إقامة يوم 16 سبتمبر المقبل. وإحنا معنا على الهاتف كابتن وليد وهدي مدير إدارة المباريات في النادي الأهلي. مساء الخير كابتن وليد. مساء الخير كابتن فاروق، أسلم عليك وعلى كل مشاهدي وجمهور النادي الأهلي العظيم. طيب كابتن وليد، في الفترة اللي فاتت زي ما النادي الأهلي سباق في العديد من الأمور، صراحة فكرة موضوع بطاقة أهلاوي أفتخر خدمة مميزة جدا لجمهور النادي الأهلي، السعر يعني سهل على كل الجماهير بكل الأطياف. عايزين حضرتك تكلمنا أكبر وتشرح لنا شرح أوفى عن إزاي أجيب بطاقة أهلاوي أفتخر. والله يا كابتن فاروق، هو من 9 شهور بالظبط مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود الطاهر اعتمد بطاقة جمهور النادي الأهلي. الغرض منها حاجات كتيرة قوي وشرحناها في كل وقت وبنعيد عليها تاني، اللي هو احترام أدمية المشجع، إنهاء القضاء تماما على السوق السوداء، مساعدة الدولة في إيجاد آلية وحل جذري لمشكلة حضور الجماهير في مباراة كرة القدم في مصر، اللي أعتقد يعني النادي الأهلي بيخطب طريق تاني خالص في أفريقيا وفي الشرق الأوسط في كيفية حضور المباريات. ده حقيقي. من 9 شهور اشتغلنا على نفسنا وتم طرحها في شكل مناقصة عامة، وخدنا موافقة وزارة الشباب والرياضة على إصدار البطاقة، وتنافس 9 شركات ثم 4 ثم 3 ثم مجموعة تحالف من الشركات المتخصصة في الدفع والتحصيل والتوصيل والسوفت وير والتوصيل. الحمد لله والشكر لله، امبارح اعلنا عن بطاقة جمهور النادي الأهلي. البطاقة بكل سهولة بتخش على الموقع الرسمي للنادي الأهلي، بيوديك لشاشتين، لو كنت عضو بتختار ال3 افرع سواء الجزيرة او الشيخ زايد او مدينة نصر، ولو كنت مش عضو وجمهور النادي الأهلي اللي في كل مكان في الجمهورية بتدفع بتحط بياناتك وبتدفع في أي فوري اللي موجودة على 60,000 نقطة على مستوى مصر، وبتختار علشان تستلم في سوبر فوري في المكان أقرب مكان لبيتك. يا كابتن وليد أستأذن حضرتك بس. الإلكترونية. كابتن وليد أستأذن حضرتك بس، دلوقتي أنا يعني مشجع للنادي الأهلي في الصعيد. هل هسجل بياناتي، وحتى لو انا مشجع النادي الاهلي في اسكندريه او في سيناء او في اي مكان هقدر اروح الاقي مكان لفوري ادفع فيه الـ 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 الرسوم؟ بص يا كابتن محمد، ال 28 محافظه للجميع انحاء جمهوريه مصر العربيه، لو انت حضرتك في اقصى الاقاصي مجرد انك تختار هتوصل لك البطاقه بتاعت حضرتك على العنوان اللي انت هتختاره في الموقع، في اكبر موقع معمول لاستيعاب اكثر من 6 مليون مشجع للحصول على بطاقه جمهور النادي الاهلي. جميل جدا يا كابتن وليد، اتفضل كمل بقى. فبعد حضرتك ما بتخلص اشتغلنا على التذاكر الالكترونيه في مباراه افريقيا من خلال بدايه السنه اللي فاتت. نعم. اعتقد حضرتك شفت وكل الاهلاويه شافوا وكل الاجهزه التنفيذيه في الدوله شافت ان جمهور الاهلي ضرب القدوه والمثل. فاول مباراه كانت ب 10,000، ثاني مباراه كانت ب 15,000 اللي هي الاولانيه مباراه زناكو، وبعدين مباراه الوداد، وبعدين مباراه القطن، تمام، وصولا لمباراه الترجي اللي ربطناها بصاره الجمهور والتذكره. حضرتك هتاخد البطاقه وهتختار التذكره بتاعتك، مجلس اداره قرر ان اللي حامل البطاقه ديت يا كابتن محمد هيتعمل ديسكاون على التذكره اللي هي تذكره موحده اكثر من 60%. التذكرة كانت ب 35 جنيه، اعتقد هي ب 15 او 16 جنيه، يعني اكثر من 50% تخفيض. تمام؟ ده يا بلاش يا كابتن علي. هيجي لك البطاقة وهيجي لك التذكرة في ظرف باسم حضرتك، هتروح لسه ما خلصت الموضوع، وانت داخل الاستاد هتلاقي اجهزة الريدر واجهزة السكانر، بتحط البطاقة من قبل ما بتحطها بياناتك بتبقى موجودة، البطاقة ذكية، البطاقة سمارت كارد، البطاقة صعب تزويرها، البطاقة علشان تروح هناك لازم تبقى البطاقة فيها كل بياناتك وسليمة 100%، البطاقة سيف، البطاقة مؤمنة، البطاقة بتحترم أدميتك، ممكن أنت حضرتك تاخد بطاقة وتحط لزوجتك بطاقة ولابنك لو موجودين في خانة التابع. ده شغل شغل أوروبي ده يا كابتن وليد. والله يا كابتن محمد أنا عاوز أقول لحضرتك على حاجة.
اداره المباريات اللي انا واحد منها بكل الصف اللي فيها واللي هو شيرين شمس المدير التنفيذي، متابعه مجلس الاداره بالكامل وعلى راسهم المهندس محمود طاهر، الكل اللي ساعدنا وكل تعب معانا، الشركات المتخصصه اللي معانا، كل الناس. ما عاوز اقول لحضرتك احنا بنقدم دي للدوله، لمصر، لجمهور النادي الاهلي. من خلالك بقول لجمهور النادي الاهلي جود دور عليك. كنت دايما بتطالب بآليه ونظام محترم عملناه، نظام يحترمك ويقدرك ويأمنك، بقيت عارف انت رايح فين. ده خدمة 10 نجوم يا كابتن وليد، احنا ما بنتكلمش في خدمة عادية ولا هقول لك 5 نجوم، ده خدمة، ده اعلى من شغل الفنادق. لا حضرتك يا كابتن فاروق، اعتقد ان انت وكل السادة الاعلاميين اللي تابعوا معانا على مدار ال 24 ساعة اللي فاتت، والسادة الصحفيين، كل السوشيال ميديا، المسؤولين على المواقع اللي اخذوا الفكره بيكلموني، مش عشان خبر يا كابتن، عشان بيتبنوا الفكره لانهم فعلا مأمنين بالفكره. خد كمان يا كابتن الجديد ان السيستم ده جوه النادي الاهلي، ان بياناتك جوه النادي الاهلي، ان السيرفر جوه النادي الاهلي، طبع البطاقه جوه النادي الاهلي. طب حضرتك لو ما تعرفش كمبيوتر يا كابتن محمد كنت بستني السؤال ده تساله لي. ما انا كنت لسه هسألك فعلا. هتبعت الظرف، ايوه، في صوره بطاقه حضرتك وفي صورة شخصية ورقم تليفون، وتقول له النبي يا ابني لو انت راجل طيب في حتة كده صورة بطاقة على 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 قهوة او قاعد على قدام بيتك، اكتب لي 3 شارع صالح سليم، مقر النادي الاهلي، حطه في البوست. نعم تمام. الو، ايوه، بقول لحضرتك مقر، عنوان البريد اللي مقر النادي الاهلي 3 شارع صالح سليم، وابعته لي يا ابني. هيجي عندنا ادارة المباريات هتفرزه وتدخله وتعمل لي اكونت وتروح بعت له رساله علشان يدفع قيمه الكارت، قيمه البطاقه، وبعد كده يوصل له لايه؟ لحد بيت. تمام؟ الفئه الثالثه، طب لو حضرتك انت متحضر اعاقه، ما لا كمبيوتر ولا بتكتب ولا بتعمل ذوي الاحتياجات الخاصه، كل المطلوب، نعم، هتبعت لي بياناتك برضه في ظرف على 3 شارع صالح سليم، تمام؟ وهنبعت لحضرتك البطاقه، واتفقنا مع كل الشركات هتبقى مجانا يا كابتن مجلس اداره النادي لذوي لذوي الاحتياجات الخاصه مجانا، ولكن كلها مجانا خاصة، وايا كان عددها، لو حضرتك هو بيقدر يتحرك هيبقى في المدرج، لو ما بيقدرش وعلى كرسي بنخصص له مكان في الملعب، تحت في الملعب. نعم تمام. طيب اي انا اعتبرني حضرتك انا يعني انا معاك وانت مشجع دلوقتي. نعم. واي سؤال مش واضح اساله لي. طيب وانا معاك. عايزين نوضح تاني، كم قيمه التذكره بتاعه البطاقه الموسميه؟ البطاقه صالحه لمده 3 سنين، ده رقم 44 جنيه يا بلاش لمده 3 سنين، يعني السنه 15 جنيه. طب البطاقه ديت يا كابتن محمد هتاخدها وتروح تخش بيها الاستاد؟ لا. البطاقه دي هتاهلك انك تاخد تذكره مباراه النادي الاهلي بعد ما يكون مصرح من الجهات الامنيه بوجود جماهير في المباراه. يعني البطاقه دي تاهلني ان انا ابقى اقدر اخد التذكره. مش تاخدها وتروح تخش بيها من التذكره. دي كده حاجه مهمه برضه عشان الناس تبقى فاهمه. اتفضل. نقطة مهمة جدا. وبعدين تاني حاجة يا كابتن، طب لو أنت التزمت في امتيازات، لو أنت ما قصرتش في برضه امتيازات، لو أنت قدرت النادي اللي أنت بتنتمي ليه في برضه امتيازات، ممكن مجلس إدارة ياخد قرار يقول لك حامل البطاقة يخش مباراة بدون تذكرة مثلا، أو ب 50% أو ب 25%. أنت فاهمني يا كابتن؟ نعم. أنا قصدي إحنا في إيدينا الموضوع كله. طيب إحنا متواصلين مع كابتن وليد. برضه في سؤال، هل التذاكر ستباع لحاملي هذه البطاقة فقط؟ بالنسبة ليه؟ للمباراة اللي جاية ولا مستقبليا؟ لا مستقبليا. مستقبليا يا كابتن، أنا النهاردة عندي بالراحة كده خالص، لو أنا حضرتك عملت 100 ألف بطاقة، تمام؟ هتقبل أولوية لمين؟ والأمن مثلا وافقلي على 30 ألف بس، هتقبل أولوية ساعتها بالدفع. يعني اللي هيقدر ينزل يدفع في الثور الاول ويبقى 30,000 فقط، هم ال 30,000 دول اللي هيبقى مصرح ليه. ممكن بعد كده نعمل نظام التدوير، يعني اللي حضر كذا مباراه وحد ثاني عاوز يحضر في ايدينا نعمل ستوب او هولد عليه وحد ثاني يحضر. انت معايا؟ ولكن البطاقه يا كابتن محمد هي وسيله امنه، لانك لا لا لا, لا سوق سودا، محدش يبتزك، محدش ياخد التذكره ويقول لك دي ب 50، لا طب خدها ب 100، طب اسقعها شويه وابيعها يوم الماتش ب 200. انت ده خلاص ما عادش موجود، خلاص الموضوع ما عادش ينفع، لان بطاقتك معاك وتذكرتك معاك، رقم البطاقه 1000 ورقم التذكره 1000، تمام؟ فانت النهارده مش محتاج حد ان يزايد عليك، حد ان يزود عليك اي جنيه واحد.
حتى اللي بيسلمك البطاقه هيسلمها لك في ظرف مغلق، ما يقدرش يقول لك جنيه واحد زياده. طيب. ودي من رساله برضو يا كابتن فاروق من خلالك لقناه النادي الاهلي لجمهور النادي الاهلي، وحضرتك بتستلم كل اللي هتعمله هتمضي فقط قدام انك استلمت البطاقه بتاعتك اكنك بتستلم الفيزا بتاع البنك بالظبط كده، مش هتدفع جنيه واحد زياده. طيب مع حضرتك كابتن وليد، بالنسبه للماتش الجاي اجراءات الدخول ازاي بالنسبه للجمهور والحصول على التذاكر ازاي؟ انا النهارده حضرتك فاتح باب الحجز من النهارده لحد يوم 1/9 تمام؟ المباراه يوم 16/9 سليم. المباراه يوم 16/9 من النهارده لحد يوم 1/9 تمام؟ كل من حجز بطاقته هيبقى قدامها تذكره، تذكره بكام؟ ب 16 جنيه مخفضه تمام؟ نعم. لو اتباع ال 15,000 بطاقه خلاص هم ال 15,000 هيطلع لهم 15,000 تذكره من ام 16 جنيه. يوم 12 هيبدا التسليم يا كابتن محمد. نعم. تمام؟ يوم 12 هيبدا التسليم. قبل المباراه بحوالي اربع ايام تمام؟ لحد هتبدا تسلم متقسمه المحافظات مراحل، تمام؟ يعني القاهره والجيزه واسكندريه يوم، المنوفيه والدقهليه والشرقيه يوم، تمام؟ البحيره والمنيا والفيوم يوم، السويس واسماعيليه يوم، يعني متقسمه بشكل انا ممكن ابعته لحضرتك وانت برضه تقدر يعني تعرضه في برنامج لكل الاهلاويه. لا اكيد أعتقد اكيد اكيد يا كابتن وليد. تمام اكيد، بحيث ان شاء الله يبقى كل واحد عارف رايح، الدنيا سهله بسيطه، كل غرضنا خدمه جمهور النادي الاهلي علشان يبقى معاه. صراحة كابتن وليد احنا بنشكر حضرتك وبنكرر الشكر مرة تانية، خدمة في خدمة فوق في خدمة الفنادق، سيرفيس عالي جدا على أعلى مستوى لكل جمهور النادي الأهلي عشان يقدر يحضر للمباريات.